الحمد لله. حضرتك دخلت معايا وانا لسه بقول خبر يعني كابتن سيد عبد الحفيظ بيرفض العفو عن كابتن محمد ابو تريكه، هل ده فعلا مظبوط؟ هل مفيش حاجه اصلا اتفتحت؟ هل العقوبه كانت خلاص بالتراضي وابو تريكه ريدي وما كانش فيه كلام اصلا ان العقوبه يعني تخفف او تشال؟ لا خلاص، يعني اعتقد الموضوع محسوم من الاول. انت عارف ان احنا كجهاز فني خدنا قرار مش مفاتيح بس واحده، او بالعكس يعني انا قعدت افهم، وكجهاز فني خدنا قرارنا من وقتها والموضوع اتقفل. محمد اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا جدا قبل كده، وقلنا ان قيمه وحجم في مصر كلها مش في النادي الاهلي بس، وحاجه على المستوى الفني والسلوك والاخلاق وكل حاجه، كل حاجه ممكن تقولها، لكن الموضوع اتقفل خلاص. يعني كجهاز فني قعدت انا وكابتن حسام من اول لحظه ومن اول يوم، وخدنا القرار اعتقد كان ثاني يوم بعد مباراه السوبر مباشره، فالموضوع مقفول يعني انتهى الامر على كده. فمش عايز بس الناس تبدا تتكلم في حاجه ثانيه بعيده عن الصوره اللي احنا فيها. احنا بنتكلم في مباراه سانشاين، بنتكلم في مباراه مهمه جدا توصلت للنهائي، صحيح النتيجه مرضيه وصحيح النتيجه معقوله ومقبوله وكل حاجه، لكن مش نهائي لسه، النهارده ما وصلتش للنهائي بشكل عملي يعني. كابتن سيد يعني هروح معاك في الملف اللي انت فتحته، لقاء سانشاين العوده ان شاء الله باذن الله في مصر، كل التوفيق للنادي الاهلي. في اصوات بتقول النادي الاهلي خلاص يعني حسم او ضمن التاهل، في كلام بيقول لا ان يعني فريق سانشاين فريق ممكن يعمل لقاء جامد، في كلام بيقول ان فريق سانشاين مش بالمستوى الند او المستوى اللي يقلي النادي الاهلي هنا ده في القاهره ان شاء الله. لا ده كلام مش في الكوره يا كابتن سيد، يعني ده كلام مش في الكوره خالص. يعني خليني اقول لك ان كره القدم هي عشان تعدي فيها وتحقق بطولات وتحقق انتصارات وتحقق انجازات وتحقق كل حاجه انت عايزها، لازم المبدا الاساسي فيها هو الاحترام، التقدير. الملعب هو اللي يقول كلمته، مش الاسماء اللي بتقول كلمتها ولا التاريخ هو اللي بيقول كلمته. كل ده بيتسجل وكل ده بيبقى له مكانته، سواء كانت كصويفة او العالمي او التصنيف، في كل حاجه على حسب بطولاتك، ده على العين والراس. لكن في النهايه الملعب هو اللي بيقول، اللعيبه اللي في الملعب هي اللي بتقول. داخل الملعب ما بتعترفش الكره لا بالتاريخ ولا بالاسماء ولا بالقدرات، بتعترف دايما باللي يديها واللي يحترمها واللي يقدرها واللي يصافي دايما راسه ليها لحد ما صفرت النهايه. لحد دلوقتي زي ما قلت لك انا ما وصلتش للنهائي، ما عنديش، ما بفكرش في المباراه النهائيه اطلاقا، يعني مش طبيعي ومش مقبول ومش منطقي. الخطوه اللي جايه والاهم والاقوى بالنسبه لي هي مباراه العوده، مباراه سانشاين، نخلصها ان شاء الرحمن وبعد كده نفكر في اي خطوه ثانيه. لكن مين اللي يقول ان انت وصلت للنهائي؟ لا ما اعتقدش ان انا في كره القدم، الامثله كتير جدا جدا طبعا. جدا اللي قبل كده واللي ما تقدرش تلحق نفسك فيها واللي ما ينفعش الندم بعديها. لكن خليني اقول لك انت بتحترم الفرقه ديت، بتقدر، لازم تدرسها كويس كمان وتدرس مباراه الذهاب كويس قوي، وتعرف ان كره القدم فيها كتير جدا جدا من المفاجات واللي ما ينفعش ان انت تعمل فصول بايخه فيها، فمش هتستنى ان انت تعمل فصول بايخه، عارف كويس قوي اللعيبه بتفكر ازاي، عارف كميه اللعيبه اللي عندي واسلوب تفكيرهم وطريقتهم. بيحترموا اي فرقه ايا كانت، اسم كبير او اسم صغير، وده اللي بيميز دايما الاهلي والسكوت. كابتن سيد يعني كان في برضه لقاء، سمعنا ان في ترتيب لمباراه سانشاين بتاعت العوده وفي معسكر مغلق وفي لقاء اتحاد جده، هل فعلا حسم بالفعل لقاء اتحاد جده ولا لسه في كلام؟ والله خليني اقول لك الاهم من كده هو اني ملعب هتلعب عليه مباراه سانشاين. يعني احنا سمعنا الدفاع الجوي خلاص، احنا سمعنا ان هو الدفاع الجوي مش بشكل نهائي. يعني خليني اقول لك بس، يعني انت كل شويه تحاول تدخل في اجواء المفروض الرياضيه تبص لنفسك طلعت الاجواء ثانيه مختلفه. المباريات والملاعب زي ما اللعيبه الجهاز بيختار لعيبه معينه لمباريات معينه، كمان الملاعب بيبقى لها دور. خلي بالك طبعا. يعني انا عايز ملعب بمواصفات فنيه مثلا معينه، بعد ما شفت فرقه سانشاين كجهاز فني عايز ملعب معين، عايز ملعب يعني له مواصفات معينه مثلا، يعني قد اكون رايح لملعب يخدم الخصم، يعني طريقته تخدم الخصم او اسلوب لعب الفريق المنافس الملعب يساعده. طب بالتاكيد انا محتاج ان الناس تساعدني بقى، محتاج الناس يبقى في تعاون اكتر من كده في طبعاً. الملاعب اللي انت مثلا تختارها او اللي انت تحب تلعب عليها، انا بتكلم في نهايه افريقيا او قبل نهايه افريقيا، فمهم جدا انت لما تختار ملعب يتوافق لك عليه، والادارات الامنيه اعتقد انها تبقى مقبوله وموجوده يعني.
طبعا يعني يا كابتن سيد، انا فهمت من كلام حضرتك ان انت يعني كنت عايز برج العرب وفي مشكله، ولا انت عايز الدفاع الجوي وطالبينه، ولا هو في مشكله في الملعب؟ عايزين ملاعب معينه يا استاذ سيف، انت عايز ملعب معين، عايز ملعب بمواصفات معينه، مواصفات فنيه معينه، عايز ملعب يعني مساحته واسعه، طريقته يعني اللعب عليه بشكل معين يخدمك انت، انا مش عايز ملعب يكون مقفول يعني. طبعا في ثلاث اربع خمس اختيارات بالنسبه لنا يعني، لكن انا بتكلم في العموم، بتكلم في المبدا يعني، ان جاء الوقت ان انت لما تختار ملعب يعني اعتقد ان المفروض يتوافق عليه، والاجراءات الامنيه بقى خلاص بقى يبقى هم يتصرفوا فيها، دي مش بتاعتنا. مظبوط. كابتن سيد، يعني ملف التجديدات هل مأجلينه تماما لبعد لقاء سانشين؟ كنت لسه بتكلم دلوقتي وقلت ان الكابتن حسام بدري طالب التجديد للاربعه الكبار، وانا عارف سيستم النادي الاهلي ان مفيش حديث عن اي تجديد غير بعد اي لقاء مهم او بطوله بيلعب فيها النادي الاهلي، هل في كلام غير كده؟ طبعا احنا محتاجين كل اللعيبه، على فكره هم مش اربعه خلاص عقودهم، دول سبعه. انت بتتكلم في شريف عبد الفضيل، بتتكلم في محمد ابو تريكه، بتتكلم في محمد بركات، بتتكلم في سعد سمير، بتتكلم في الجمعه، بتتكلم في سيد معوض، بتتكلم في سبعه لعيبه بالظبط، سبعه لعيبه يعني كلها اسماء كبيره يعني. تمام؟ محتاجينهم فني بشكل كبير جدا، محتاجين تواجدهم حتى هم على المستوى السلوك والاخلاقي يعني بعد الفنيات كمان على مستوى عالي جدا جدا جدا. لكن النهارده انت محتاجهم صحيح، بس انا عندي كمان المطلوب ان انا اوفر كل الظروف اللي تساعد على التركيز للفرقه في الوقت الحالي اللي هي البطوله الافريقيه. فالملف طبعا في احتياج عايزينهم اكيد بالتاكيد، لكن كمان انا محتاج ان انا افضي العقول كلها، افضي التفكير كله لحاجه مهمه جدا هي مباراه سانشاين والبطوله الافريقيه. بعديها ان شاء الرحمن يبقى في كلام بالتاكيد. كابتن سيد، احنا عرفنا ان في ملف برضه اتفتح مع برادلي، ان هو كان عايز سبع لعيبه من النادي الاهلي، ولكن الكابتن حسام وحضرتك كان في اتصال وقلت ان انت يعني مش تقدر، وهو الراجل تفاهم الموضوع ده، وفي اخبار ثانيه ان هم هيروحوا يلعبوا لقاء واحد ويرجعوا، هل فعلا رايحين ولا تفهمتوا خلاص قفلتوا الملف؟ هو في تنسيق دائم ما بيننا وما بين الجهاز الفني للمنتخب الاول، ودي حقيقه تحسب يعني، يمكن من الفترات القليله اللي بيبقى فيها تنسيق ما بين الانديه كانت فتره برادلي. للامانه الراجل بيتكلم على طول قبل الموضوع، بيبقى فيه اتفاق وفي تنسيق ما بيننا في الاحتياجات والمصلحه، والمصلحه واحده يعني، اعتقد ان النادي الاهلي في الوقت الحالي هو النادي الوحيد اللي بيلعب بشكل رسمي يعني، فما فيهاش مشكله خالص في التنسيق ما بين الجهاز، كان في تعاون اقصى درجه قبل كده ودلوقتي وان شاء الله الرحمن تستمر يعني، فتم الاتفاق خلاص ما بين الجهازين ان يبقى في المباراه الاولى اللي هتتلعب يوم 12، بعديها هترجع الفرقه باذن الله، وهترجع اللعيبه يوم 13 عندنا هنا، وتخوض معانا مباراه سانشاين يوم 1 باذن الله، لكن هم هيلعبوا مباراه واحده بس مع المنتخب اللي هي يوم 12 ان شاء الله، ويرجعوا لنا يوم 13. كابتن سيد، سمعنا يعني اخر سؤال خلاص ما اطولش على حضرتك، سمعنا الكابتن حسام بدري ابدا اعجابه باحد مهاجمي سانشاين، هل ممكن نشوفه يعني في نادي الاهلي ولا هو مجرد اعجاب كده من بعيد؟ لا تاني يا فندم معلش والله. الكابتن حسام بدري ابدا اعجابه بمهاجمي سانشاين، فهل ممكن فعلا نشوفه في النادي الاهلي؟ يعني ممكن يحصل تفاوض معاه ولا مفيش اصلا حديث لسه في الموضوع ده؟ لا خليني اقول لك، انا عندي فرصه اعتقد انها مش بطاله يعني، انا عندي النهارده ثلاث شهور على اول فايت، الفايت في شهر يناير، انت عارف بعد موضوع جونيور ما خلص وانتهى، فعندي امكانيه وعندي فرصه ان يبقى فيه لعيب اجنبي جاي يعني. فمش مفيش استعجال، هيبقى فيه اسماء مطروحه وان كان بعضها مطروح في الوقت الحالي، لكن الملف ده كله بالكامل برضه مؤجل بعد البطوله الافريقيه، لان هيبقى عندي شهرين بعد البطوله الافريقيه، وتجيب نوعيه لعيب محتاجها انت عندك في الفرقه، لعيب بمواصفات معينه في الناحيه الهجوميه، وده اللي هيختاره الجهاز الفني، لكن عندنا فرصه اعتقد انها مش قليله وكويسه باذن الله، ثلاث شهور ان شاء الله الرحمن نوفق اختيار لاعب يكون مفيد لينا باذن الله. شكرا جزيلا الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ، ويعني بعد ما شكرت الكابتن سيد عبد الحفيظ، دائما اجابات النادي الاهلي وسيستمه واحد زي ما قلت لكم، في ملفات بعد البطوله، في كلام بعد اللقاء، في اي حاجه بعد ما نخلص ونجيب